أنا كنت أن أصوم الخميس طوال السنة، لكني لا أصوم معه الاثنين، فهل صيامي يكون مخالفا للرسول بعدم صيام الاثنين والخميس معا؟ يقول هذا عملا ناقصا، المهم أن المسلم يصوم الاثنين والخميس تطوعا من كل أسبوع، فإذا صام الاثنين فقط وترك الخميس أو العكس صام الخميس وترك الاثنين فإنه فإن عمله يكون ناقصا، لكن صيامه صحيح ويجر عليه إن شاء الله، لكنه ناقص. جزاكم الله خيرا.